ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك، وربنا يتمم بخير، وكل سنة وانتم طيبين، عقبال عندكم. عقبال بناتك يا طاهر. تسلم وتعيش يا برغوش. بقول لك إيه، أنا عايزك كده تحوش لي حتة حمرة من بيت اللوح. حاضر. وليه عندك طلب؟ اطلب زي ما أنت عاوي. ما تنسانيش في المخاصي والحلالي. الحلالي؟ كده انت شكلك ناوي على نيه. نيه بيضة ان شاء الله. اصل فرح سيدياب ده فتح نفسي على الجواز. وانت مش متجوز في كفر الشيخ وعندك بنات؟ وفيها ايه لما اتجوز تاني؟ ما النفر منينه ممكن يتجوز اربعه. ولا انت ايه رايك يا عم مرسال؟ ما عندكش عروسه ليه؟ ما بنجوزش بناتنا الاغراب يا مصطفى. ما تقولش كده يا عم الحاج. طاهر ده عشره مننا وعلينا. وما جاي فؤاد الله يرحمه. ياه الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اهو فؤاد ده بقى لولاه انا لا كنت عرفتكوا ولا كنت قابلتكوا ولا كنت اشتغلت عند الكبير. طب بمناسبه سيره فؤاد الله يرحمه، انا لي عندك طلب كمان. اطلب. شايف العجل ده؟ ماله؟ العجل ده بالذات عايزك تحوش لي منه الكرشه والفشه وام الشلاتين. طلباتك كترت قوي يا مصطفي. هي جت علي وبعدين ما العجول كتيره اهي والحمد لله. وده عجل سيدي منصور اللي لنا ليله الغلابه يا اولاد. ايه سيدي منصور جه يا رجاله. ألف مبروك يا كبير، ربنا يتمم بخير. انتوا مستنيين ايه؟ كله يحب على ايد سيدي منصور، سيدنا وتاج راسنا اللي عامل لنا قيمة وسط الخال. مبروك يا كبير، ألف مبروك. ربنا يتمم بخير. ام انت وهو عشان تحب على يد عمك. ام امال انت وهو. ألف مبروك يا كبير. تعيش يا اخوي. مبروك يا عمي. قصدي يا كبير. ألف مبروك يا كبير. العريس لسه ما جاش. لسه ما جاش أبوي. أنت كلمته؟ مرتين. كلمته على الموبايل مرتين، ما بيردش عليا واصل. واه يا دياب. هيكون ناسي زي عدته. وهيكسفني قدامنا سايبنا. ما أنت خابره، الجواز ما لديتش عليه. والعملية دلوقك يا كبير. تاخد الواد طاهر وتتدلى على مصر دلوقك بالطيارة وتعاود قبل النهار ما يعدي. أمرك يا أبوي. أنا طاهر. أمرك يا سيدي الناس. ورايا. ورايا جاك الرباب. بالإذن يا كبير. واه يا دياب. لحد ميت هتفضل طايش كده. هادي آخرة العلام والعيشة في مصر. مكانك يا خرطوشة ولا حرب؟ بابا! اللي هرب مني هقتلها! لا يا خرطوشة لا بنتي! يا علي يا خرطوشة هتقتل بنتك؟ أنا حيار لك أزوم نار! لا دي بنتي أنا بنتي أنا! ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة! أنا خلاص! مفيش حاجة أخاف عليها حضرة الظابط! أنا بتعامل زي برميل البنزين! اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل! واصبر خوف مكانك! خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. يا بنتي هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعه دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. انا تعترف بيه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توبة توبة يا باشا. انا تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح والسلاح جوه في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟
خد الزبون يلا. يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ايه ده احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن سريدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا صغار. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيل جمال داخلين المأموريه وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله بيقدم رجله واخر رجله. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأموريه؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأموريه واديله تليفون يبقى عايز. يا دي الكسفه. بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما تردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. طب ما تتاخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. اقول لك ايه، انا فرح اختي النهارده بس هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا. يا حصي بالراحه. حصي في ايه؟ بس اظبط لك التانية. لا خلاص يلا يلا. كبرتي يا شاهندة وبقيتي عروسة، احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان، بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم، وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طم، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني، دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك، ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فل وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب، النهاردة فرح أختك. والله أنا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي أكلتي المفضلة، والبني آدم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده أنتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الأجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. تعالى. نعم. تعالى. ايوه تعالى، خلي البنات ياخدوا راحتهم. يلا طب ما ياخدوه حد حيشهم. ما تاخدوا راحتكم يا جماعة، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش تعالى هكلمك بره. طب هسجلكوا تاني. ايه بس ايه يا ماما؟ ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شوية. انا هكلمك في البنات، ايه رأيك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده؟ انت عايزة تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي؟ مش عاوز اخلص منك ولا حاجة، انا بس عاوز اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه؟ أختك هتتجوز النهاردة، وأخوك بعد شهر هيتجوز، ومفاضلش غيرك، عاوز أطمن عليكوا بقى. إيه رأيك؟ في إيه؟ في ياسمين. بنت طنط جميلة؟ أيوه. بصي هي في حاجات كويسة وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامة كده بنت واعة. واعة؟ أنت محلوية لي بالقصة دي، ما تجيبي بص. بصي في بنت كانت واقفة على اليمين مش واعة، خش شوفي حكايتها واجي. مش واعة. يا بنات.
تهمي. واه مات يلا يا مرة انت وهي عملكم هم. الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي. ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكره للخدامين؟ احنا حريم جبر البطاش برضه. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من اوله الفرح. واه يعني هي دي الحجه اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انتي واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، فتنا كلها بنات. اختي احمدي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انتي مهما حصل الاولانية ده انتي اللي في القلب يا بيت. بقى مرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لاني قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 جرالك ايه يا مرتي وهي؟ ولسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشاحل شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجات، حاضر حالنها حالنها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لقيتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانه لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصل ايه كفل الشر؟ اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحه يا ابوي كده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقول الحق وما نخافوش حتى لو على رقبينا. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزياده قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبيه ودخل الجامعه الامريكانيه. لانه راجل ولا عاوزانا ادخلكم الجامعه وانتوا حريم؟ وجابر اخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه. جابر دماغه ناشفة ومخه تخين واخد الحكاية عافية، لكن دياب آخر العنجود يتيم وأمه ميتة. ما همه تبقى أمنا إحنا كمان يا بوي، يعني إحنا يتامى زيه ويمكن أكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده أمه سابتهولي وهو في اللفة. آه يا دياب، بس لما أشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ يا سيدي ناس تتهنى وناس تضرب بالنار. بقول لك ايه؟ علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرح نفضت لي وما جيتش. يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلام. ماشي يا ابو العروسه دي النيله. والحكومه. الو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في الماموريه؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى؟ كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاعي؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه.
في لحظة كده غيرت الكرافتة وعامل لي مسيطر وكوماندا في الأول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الأول. يسألني أنا اشمعنى؟ لأن في الموضوع ده أنا قائد. أقول خايف من إيه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك إيه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنة. اتفضل فدني. ها؟ ما هو؟ ما أنا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنة. عارف يا ده معتز أنت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد أخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده عسل عسل. يلا يا خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قرشة ملحة البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرحه يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها ابوك مستقصدني في الروحه في الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبوعيها بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوعه عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح، انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه يا عمي؟ انا مره ب 100 راجل وانت عارف كده كويس. ولا نسيت انا جبت مين؟ انا بنت كبير الطراشنه، الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي، أنا الكبير دلوقت، والكلمة كلمتي والشورة شورتي، وكلمتي لازم تتنفذ. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وما يا حكمة. دياب ده زن الرجال ومالو هدومه، وألف واحدة تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. أنا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عرف ليك يشترك جره. اتفضل اتفضل يا سيد الناس، اتفضل. نايم؟ فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفتي يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب؟ ده كان جالبها مسخرة عاد. ده طيب انا خشش له. لا يا سيدي الناس. لا لا يا سيدي جابر، ابو سيادتك لا، ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم، يقطع قطعني ايه افهم. اصله يا وحدان، اصله عنده ضيوف. ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم؟ ايوه ده العادي بتاعه، سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم.
إلا ضرايبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خشش له. سيدي جابر. سيدي جابر. أنت على هنا إيه المنظر ده؟ إيه المنظر ده؟ وبعدين أخوه ومتوحشه ورايد يشوفه. أنت إيش أخششك؟ جابر؟ خبر إيه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس. قوم احنا بقينا بعد العصر. نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي يا جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ذيب. انت بجد عريس وفرحك الليله؟ الليله وكل ليله يا عروس. يلا امي خدي لك شاور ونعنش نفسك لما تشوف الرجال اللي برا. انا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوه خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا جيه؟ ازيك؟ لسه شويه. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رايك بقى الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحه. انا مش عارف اليمامه دي هتتجوز قالب الطوب ده ازاي. طبعا مين يشهد للعروسه؟ شفتي شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته؟ كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسام؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم. ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني. وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ دي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره. انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يا بنت انت اكيد بتهرج يا امان. ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك. انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحة؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضو زعلان. بطل دلع تعالى. من راحة امان. سوري. طب اهبط. بقول لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا ماليش، بس هنروح الفرح. بطل شقاوة، انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك، امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك ايه، استنى بقى. عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين. روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو. ايوه حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي. ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو صباح طبيب وشايل الهم والعك كله على دماغي ومحدش شايل فيا، وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات. ده انت بجم. يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره جلنف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول. انت ايه يا اخي؟
انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نيرك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه ويجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم عاد الشهريه وهو بيقبض من جيبك. الله ده مالي مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما موتش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كدايه دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا دياب ما عاوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عقل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتها واحنا بنشوفه، من ميتها ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينقلكش حاجه عيب شواصل. وبعدين يعني هي دي اخر جوازه وبعمل زي اتجوز اربعه والثلاثه التانيين بختارهم انت على هواك. يا اخي انا ما فاهمش ليه ابويا مصمم على الجوازه دي بالذات، دماغي حتشت. افهمك حكمه داي ان عيله الطراشنة عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصانع كتير قوي عندنا وكلها في مصلحه شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه والنسب بيحمي مصالح ويقويها. ولك ده بتبيعوني عشان المصلحه وعاملين دياب قنطره تعدوا عليه. المصلحة واحدة يا ولد ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده قفلت من النهارده، ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خلينا على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس. خد مني هالمفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه؟ خد المفتاح اهو بسرعة كده. طب بقول لك ايه؟ لو احتجتي المنامي اني مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه ياكل ناسك انت؟ ولا حاجة، يعني هي جت علي ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب، على الأقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث أبوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبه. موافقة بس عشان يتجيب لنا حقنا. وانا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يدي بيده وفي مقام اخويا الكبير. وادي الكرافات يا ست سلمى وحمراء، علشان ايه بتعملي لناش فيلم؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، انت اللي زي القمر، ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايديا يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك لما الواحد هيروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسرتك، لسه بسرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت انت نقيب من الوادي الجديد من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش هتبحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. اللي قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساهر؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططوها وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كم مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما، تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره. يا عم انت وماما والعرس تزنقهم في العربيه الصغيره؟ انت ناسي يا ده ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخويا، ما هيتنقل ليه ياخد العروسه. العروسه يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشحططهم وانا هاخدهم وامشي. انت خالص خالص يا حسام ما يصحش، البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، اخد البنات امر الله. اوعى اوعى تاخد يا حسام. تعالى هنا اهو، لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيله ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت يا ابني. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها، انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا 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 ايه ده بقى؟ ان شاء الله انت لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه خدتها من الشغل. ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في اقساط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز؟ حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضينيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لاقي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعه ونكون جاهزه. بص قدامك يا محمد يا ابني، بص قدامك اللي هنعمل حادثه كده، انت تبص عليهم ليه؟ عارفه يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يومه. انت هتقول لي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي. وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظه عشان مخطوبه له؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاثنين محظوظين. الله، الاغنيه دي حلوه قوي يا حسام. نسيت فاكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهندا من سنتين؟ رقصنا هي لسه شهين وسنتين مين؟ وشهندت ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهيه. انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله. والله. أنا يا دوبك بفك الخط في الرأس يا سلمى جيهان بتبالغ، بس أصل أنا مربيها من وهي قد كده. لا 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 لا، الرقص ده إحساس. وأنت أحلى حاجة فيك إنه عندك إحساس حلو قوي، خصوصا لما يرقص سلو. وكمان سلو؟ يعني أنا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بالغ ليه؟ أنت كل حاجة دايما كده، دايما بتبالغ دايما بتبالغ. لا أنت مش عارف قيمة نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظة بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام؟ مالك قفلت الأغنية مرة واحدة كده ليه؟ يعني أصل احنا على طريق وأربع كاوتشات وحتة حديدة في الهواء، محدش عارف بقى، يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقى بيقرأ قرآن في سر وبيعمل حاجة مفيدة. وأنت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من أنسة جيهان عايزة تكملي كملي، مش عايزة كل شيء اسمه نصيبة بنت الناس. كتر خيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظة. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل. عيني يا عيني عيني على الوعد.